شكرا سيد الرئيس، شكرا سيد المستشار على هذا السؤال. مجموعة ديال الإجراءات اللي اتخذتها الوزارة باش تخرج القطاع ديال النقل من يعني الأزمة، خاصة الأزمة الصعبة اللي عرفها اللي مرتبطة بالأثمنة ديال المحروقات، وتتعرفوا بأنه أهم يعني إجراء كان هو تقديم ديال الدعم الاستثنائي اللي وجهته الحكومة منذ مارس 22 لمهني النقل الطرقي، اللي كان يهدف الحفاظ على القدرة الشرائية ديال المواطنات والمواطنين والضمان استمرارية عملية النقل الطرقي، وحيث استفاد إلى يومنا المهنيون من 8 حصص من الدعم، والغلاف المالي الإجمالي تيوصل إلى 4 ملايير ديال الدرهم هذا السنة. من جهة أخرى اعتمدنا مقاربة تشاركية مع المهنيين ديال النقل، وخاصة مع المهنيين ديال النقل ديال البضائع على الطرق، واتفقنا معهم في دجنبر 2021 على الأولويات ديال العمل ديال سنة 22. والآن رحنا تنقوم بسلسلة ثانية من الاجتماعات باش نديروا تقييم ديال ما عملناه عليه خلال هذه السنة، وندرسوا الأولويات ونتفقوا عليها بالنسبة للسنة المقبلة. نذكر بعجالة شنو هما الأولويات اللي اتفقنا عليهم: المعالجة ديال المركبات المتشابهة اللي تتوفر على حمولات مختلفة، شروط الولوج للمهنة، تكلفة المرجعية، قانون المقايسة، وتفعيل بيان الشحن والرقمنة ديالو. غادي نسهر على تفعيل ديال هذه المخرجات ابتداء من الشهر المقبل، وغادي يتم التحديد ديال كيف قلت ديال الأولويات بالنسبة لسنة 23. علاوة على ذلك، عدد ديال الإجراءات تقوم بها الوزارة من شأنها تسهل المساطر الإدارية ودعم المقاولة النقلية، تخصيص 250 مليون ديال الدرهم من ميزانية الوكالة الوطنية للسلامة برسم 2022 لفائدة برنامج تكسير وتجديد الحظيرة، مواصلة برنامج التكوين بكلفة 100 مليون ديال الدرهم من ميزانية الوكالة أيضا، مواصلة العمل على تبسيط ورقمنة المساطر الإدارية، مصادقة الحكومة في مارس 22 على القوانين المتعلقة بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض ونظام المعاشات الخاصين بفئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء اللي تيزاولوا نشاط خاص غير سائقي سيارات الأجراء اللي كان عندهم نظام ديالهم بوحدهم، والعمل في إطار تحيين المخطط التشريعي للوزارة على ملائمة ومراجعة بعض النصوص القانونية والتنظيمية باش ناخذوا بعين الاعتبار التطورات والمستجدات اللي تيعرفها القطاع وندرجوها في مسطرات المصادقة. وشكرا.